السلام عليكم الجوار. المهم الخوت جبت لكم خبر مهم ديال بصح عشان اللاعب ديالنا والحارس ديالنا العالمي والعنكبوت بونو جاء في التشكيله الاساسيه ديال الموقع هوسكورت المتخصص في ارقام واحصائيات اللاعبين العالميين. هاد التشكيله ضمت افضل لاعبين في لا ليغا حتى الان، والتي كيتقدم الحارس المغربي ياسين بونو متفوقا على باقي النجوم الذين ينشطون في مركزي بحال اوبلاك والحارس تير شتيغن ديال برشلونه. حيت عرفت التشكيله تواجد كل من ثنائي برشلونه ليونيل ميسي وفرانك ديونغ وثلاث لاعبين من ريال مدريد اللي هما كاسيميرو وتوني كروس وكريم بنزيما، الى جانب ناس من ريال بيتيس نبيل فقير مدافع اشبيليا كوندي. كما كتبوا الخوت هذه التشكيله الاساسيه حسب موقع هوسكورت، حيت كما عارفين مابقاوش مباريات كثيره الدوري الاسباني. هادشي علاش اختارت هاد اللاعبين، بحيث ان تقييم ديال بونو كان هو 0.96 حسب المجله كافضل حارس في لا ليغا هذا الموسم. والخبر الثاني الخوت هو ان نصيري منافس ميسي وبنزيما على جائزه افضل لاعب في الشهر. هاد الشهر هذا بحيث كما عارفين نصيري كان ديجا فاز بهاد الجائزه في شهر يناير، بحيث انه كان تالق فيه، وايضا عاوتاني منافس هاد الشهر هذا مع لاعبين كبار كما كتشوفوا في الصوره لشهر مارس، وكنتمنوا يفوز بها بحيث ان القضيه غتكون صعيبه ديال بصح، بحيث المنافسه قويه بين اللاعبين كريم بنزيما يوسف نصيري ميسي ولاعبين اخرين. المهم الخوت اللي كاين، الى عجبكم هاد الاخبار وكتقدروا المجهودات اللي كنقدم لكم، عليكم لا تسرقوا لنا الخوت باش تشجعونا وتحفزونا. كان معكم روان، تهلاو في راسكم.